يا صباح الفل عليكم، وصباحكم زي الورد، وكل سنة وانتم طيبين. يا رب تكونوا بخير، وكل سنة وانتم طيبين يا رب، وعيد سعيد ومبارك علينا ان شاء الله. النهاردة مش هنعمل فيديو للأكل، النهاردة في منتج عجبني وحلو قوي اسمه آدمي. المنتج ده في منه صلصة وفي منه كاتشب، وكمان في كل انواع المربات. كمان الحاجة الحلوة بقى اللي فيه ان هو ايه، بالضغط هتفتحي وتنزلي المربى، تنزلي الكاتشب، فده حاجة جديدة وحلوة جدا. كمان بقى بعد كام يوم، حوالي اسبوعين كده، هينزلوا منتج شوكولاتة يضاهي النوتيلا، حلو جدا. الطعم بتاعه فيه كده طعم البندق باين، بجد لما دقتها عجبتني جدا. هما لسه بيحضروها في المصنع، فانتوا عارفين انا مش بجيب لكم اي منتج وخلاص. فهنا عاملين مربى المشمش جميلة جدا، وهنا بقى دي اللي هي بقى ايه، تحطيها على السندوتشات على طول، ليكويد كده، هي تحطيها على السندوتشات على طول. وفي كمان مربى التين، عاملينها كلها ما فيهاش اي قطع، يعني كمان دي تنفع في تزيين الحلويات، ان انت لو هتعملي بيديفور، هتعملي بسكوت، هتعملي سابليه، ما فيهاش اي قطع خالص، ليكويد خالص، ما فيهاش اي حاجه. يعني ده الميزه الجديده اللي فيها، يعني على طول هتفرديها. الميزه الجميله اللي فيها انك هتفرديها على طول. يعني كمان المربى دي حلاوتها ان هي ليكويد، ممكن تزيني بيها البيديفور والسابليه، ما فيهاش اي قطع، فهتكون سهله بالنسبه لك، هتاكليها على التوست، الولاد ياكلوها في السندوتشات بدون اي قطع. كمان عاملين مربى بقى اللي هي العادي القطع دي، البرطمانات الصغيره، وفي كمان برطمانات كبيره، وفي احجام اكبر للشركات. عاملين مربى مشمش وبرضك وفراوله وتين، وكمان منزلين نوع صلصة حلو جدا، درجة الحمار بتاعته حلوة جدا، وكمان طعمها مفهوش المزازة الجامدة، فده كمان حاجة مميزة في شركة آدمي. كمان عاملين كاتشب حلو قوي برضو، اللي هو تضغطي على طول وتنزلي على السندوتشات. ده كده ايه، يعني ريفيو بسيط عن الشركة دي، وان شاء الله اول ما ينزل نوع الشوكولاتة انا هجربه في وصفاتي وهنزله لكم عشان تشوفوه. المنتجات موجودة في اكتر من مكان، وهنزل لكم لينك الصفحة بتاعتهم والاماكن كمان اللي بتتباع فيها منتجات ادمي. انتوا عارفين انا مش بنوه عن اي منتج كده وخلاص، لا، بكون مجرباه الاول وواثقة ان الكواليتي بتاعته حلوة جدا. بصوا كمان انا عايزة اوريها لكم، بسم الله، بصوا لك ودي ازاي، شايفين بتنزل بسهولة، بصوا كمان يعني طرية جدا، شايفين ده بقى ميزة الازايز ديت، بلاستيك، فهتضغطي عليها امان، والاطفال ممكن يستعملوها هم لسندوتشاتهم. بصوا ما شاء الله جميلة ازاي، بصوا ما شاء الله لون مربى المشمش حلو قوي، شايفين حلوه جدا بقى لتلزيق البيديفور كل الحلويات، جميله جدا، تحطيها في السندوتشات بسهوله، شايفين الليكويد ازاي. كل المنتجات اللي في الازازه اللي بنضغط بيها بالشكل ده، والتانية قطع، هوريكم القطع. شوف دلوقتي مربى التين، نفتحها، دي مربى التين، القطع التين، هناخد كده ونشوف. بصوا ما شاء الله حلوة جدا، جميلة جدا. نشوف كمان مربى الفراولة، نفتحها، تعودوا لما تفتحوا اي مربات تحطوها في التلاجة عشان كمان الجو الحار اللي احنا فيه. نشوف هنا مربى الفراولة مع بعض، بص لونها، لا دي اهو مربى الفراولة،
بصوا يبقى مربة فراولة، دي القطع ودي الليكويد. بصوا الليكويد باينه ازاي ان هي ليكويد وجميله، شايفين ما فيهاش اي قطع، تبقى سهله جدا لتلزيق اي بدي فور سابليه، هيسهل علينا الموضوع جدا. ودي القطع العاديه. واحلى حاجه بقى في المربى دي ان السكر بتاعها مظبوط جدا، مش مسكره قوي تخلي النفس تجزع، لا السكر بتاعها جميل وتحس ان الفاكهه كده طبيعيه والسكر قليل. ده كان ريفيو بسيط عن مربى ادمي، يا رب تجربوا المنتج وتقولوا لي رايكم فيه ايه. يا رب الريفيو يكون عجبكم، وانا اتبسطت اني كنت معاكم، ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. واسيبكم في رعايه الله، كنت معاكم فاطمه ابو علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى تجربوا منتجات شركه ادمي، هتعجبكم جدا. يا رب الريفيو يكون عجبكم، اتمنى الريفيو يكون عجبكم. واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.